شباب شباب حلوين متابعين معانا في القناة لحد هسه ماشيين كويس في الحصص والمحاضرات الخفيفة الكراش كورس حياة المركزة بتاعت الموسيقى في السودان كعازف في السودان. حاجة من الحاجات اللي بتلاقيك انه انت براك كمبتدئ في البداية هتكون بتعزف براك لكن بعد مرحلة هتطلع برا البيت وهتطلع برا الحلة هتمشي تعزف مع ناس في حتات تانية. ده يعني ده كلام ده للزول اللي هو شهرين ثلاثة يا زول يا دوب بادي بتعلم من النت وكده. ففي حاجة واجهتني أنا أول ما بديت إنه أول ما مشيت السجانة مركز اللي هو معهد بسيط بتاع موسيقى إنه التواصل بتاع الحروف بتاعت الموسيقى او اللغه التفاهم بتاعت بينك وبين الناس اللي بيعزفوا معاك هتقول لهم شنو انت بتكون فاهمه طبعا بالسي وبالحروف الانجليزيه. وهنا في السودان في اللي هو ماشيين بطريقه الحروف الفرنسيه يعني او اللي هي دوري مي فاصول اسيدو ما ماشيين بالسي بي اي بي سي دي اف جي دي والناس بصاد بيفهموها. لكن احسن عشان تكون اللي هنا التواصل سلس اكثر بين العازفين المفروض تعرف تعرف اسامي الحروف واماكنها باللغه دي الدوري مي فاصول اسيدو. فاللي دي حاجه من حصص الاساسيات اللي هي حنشرح فيها اماكن الحروف دي وين دوري مي فاصول اسيدو حنعرفها في الجزء الفوق في الوترين الفوق اللي هم ممكن تكون الركيزه بتاعتنا حنقيس عليها بعدين باقي الحاجات. في الوترين الفوق هنبدا من الدو هنعرف الدو ميجر اللي هو دو ري مي فا صول سي دو اللي بنسمعها في اي حته دي هنعرف الدو ميجر وبعد ذاك دو ديز دو بيمول المشتقات اللي منه دي بتطلع من الحرف او في السلم يعني اللي هي اول حاجه دو. هنا في الوتر الثاني من فوق الخانه الثالثه اول حاجه عشان نعرف دي كلها خانات او بالانجليزي فريتس دي كلها خانات 12 خانة لحد هنا 6 أوتار هنعيد من فوق عشان نقدر نتفهم في الوصف بتاع الحياة دي. الوتر الثاني من فوق الخانة الثالثة اللي هو يقع حرف الدو دو زول لما نقول لك دو اللي هي دو ناتريل اللي بيقولوا هنا يعني بيقولوا دو ناتريل يعني هنا حرف واحد ناتريل لما نقول لك ناتريل معناها حرف أوحد يعني زي ألف باء تاء ما كلمة ما مركب فهنقول شنو دو ريل مي صول دايرين نعرفه في الاوتار الفوق خليك من هنا اللي هو ده السلم لكن دايرين نعرفه في الوترين الفوق ثلاثة في الوتر ده دارين ثلاثة حروف بس دو ري مي بس دو ري مي عرفناهم ثلاثة خمسة سبعة في الوتر الثاني. هنمشي الوتر الفوق اللي هو هتكون فا صول لا سي بعضه نصتون دو اللي هو في معلومة ظريفة انه اي حرف انت بتضغطه تحت طوالي يبقى ده الاسم شنو اي كورد انت ده يبقى جزر المركب فيبقى ده اسم الحرف يعني انت لو تعمل كده ده دو هنا خليها كلها مجد ري لانه انت ضاغط هنا بادي بكده يعني اول اللي قلنا الوترين الفوق لانه الوتر الحرف اللي انت بتبدا به ده هو اسم الحرف مثلا ده دو. فحتى انت لما تشوف ما بتعزف مع ناس ممكن بدون ما زول يقول لك الحروف شنو انت بس بتشوف الزول لاغط وين تقدر تشوف تباري معاهم من البدايه يعني فا ده الكورد فا ضاغط هنا معناها صول فا قلنا كم 1 3 5 هتبقى صول 7 سي فا صول تمام
ده من ناحيه انه المركبات. فبعد ذاك دنات دل الصول الاساسي. بعد ذاك في صول ديز صول اللي هو ديز دي الصفات قلنا شنو ديز برضو من المصطلحات بتاعت اللغه يعني زي ما نقول لك تكنيكال تيرمز. فديز معناه نصطون لقدام، بيمول معناه نصطون لورا، تمام. اي حرف فيه ديز الا حروف اللي هم اثنين هيكون اللي هم فيهم البيمول بيكون حرف اصلا. يعني مثلا اسي ده الفا البيمول بتاعه اصلا مي، فما ممكن تقول فا بيمول لانه في زول قاعد هناك في مي يعني مي فا فا ديزيز حتى في صوب. بعدين يلا هسه دايركت تتمرن على دي لحد عشان تقدر تعرف انه الرقبه كلها يعني كذا فا فا ديز صول صول ديز لا لا ديز سي. ممكن دي تكون لا ديز ممكن تكون سي بيمول السي لا ديز من هنا سي بيمول. فالمهم معلومه مهمه انه شنو ديز نسخته قدام بيمول نسخته ورا برضه هنا بنفس الحاجه لحد دي الحاله الاولى. في الناتريل نحن دارين نعرف مواقع الدو ذاتها فيها كم عندها كم موقع. طيب دو الموقع الثاني هنا قول له دو اكشلي احسن شنو دي نخطها للحصه الثانيه ما هناك عشان زول ما يتريدي من افكار كثيره. فدارين نعرف برضو شنو اسامي الكوردات المفتوحه ذاته اللي هي عشان نكون في نفس الموضوع ما نمشي في الموضوع اكثر تفصيلا اخليها الحصه الجايه بارت 2 من الموضوع ده. دو ري ري بعدين ري ماينر وري ميجر دو ري مي فا صول لا سي دو تمام. بعد ذاك ماينر وميجر ده برضه موضوع حيكون عنده حصه براو. ما ادري اطول انه الفيديو يكون اكثر من 6 دقائق 7 دقائق عشان زول حيكون في معلومات كثيره لكن زول ما حيقدر انه شنو اتنشن سبان بيجا شنو 7 دقائق 11 دقيقه بالكثير دائما. فالسبع دقائق 6 دقائق مفضل اكثر. فاي سؤال ثاني من حاجات مصطلحات ما فهمتوها خلال الشرح اللي كان قبل شويه ده اكتبوا تحت في التعليق حنجيو المره الجايه ان شاء الله بشرح مفصل انه اصلا ده برنامجنا لحد ما يكون في برنامج جديد تاني. فاشتركوا ووروا الناس اللي معاكم بعدين معاكم برضو انه يشتركوا في القناه. Peace.